المرة الماضية وصلنا رسمنا هذا البلوك دياجرام وقلنا بدي احاول اعمل ريدكشن. المفروض اذا عملت له ريدكشن يرجع معي نفس الترانسفير فانكشن اللي احنا اشتقناها باستعمال الديفرنشال ايكويشنز, عملنا لهم لابلاس ترانسفورم طلعنا الترانسفير فانكشن. فسؤالنا انه هذا لو بدي احطه كبلوك دياجرام واحد الانبوت تبعه اف اوف تي والاوتبوت تبعه اكس اوف تي, ايش راح يكون الابسط التبسيط الابسط لهذه الاشياء الموجودة؟ حتى نقدر نعمل هيك ما راح نقدر نكمل لحد ما نحل هاي ونطلع الرموز تبعت هذا البلوك دياجرام. طلعوا لي هذا البلوك دياجرام, ايش في عندي هون؟ في عندي الفيد فورورد باث جي اوف اس والفيدباك باث اتش اوف اس, اتس ا فانكشن اوف اس, لكن ايش هذا فيها تفاصيل؟ هذا لو انا بدي اختصره زي هيك, واضح هون السؤال شو هو؟ انه هذا البلوك دياجرام لو بدي اختصره من هون شو بكون هذا بدل الجي اوف اس واتش اوف اس؟ لازم نضطر نحلها. خلينا نشوف كيف بدنا نحلها فروم فيرست برنسبل. عند النقطة هاي لازم يكون اللي طالع من هون مساوي للموجود هون عند النقطة هاي. فلو طلعنا ركزوا لي على النقطة هاي نفسها, النقطة هاي الاوتبوت عليها هو سي او اس الاوتبوت بيساوي. هلا هاي النقطة لو اخذت سي او اس من هون طبعا هاي ماشية بهذا الاتجاه, شو بنسمي هذا البرانش اللي من هون؟ فيدباك. تمام. سي او اس لو ضربتها في اتش او اس شو بتعطيني عند النقطة هاي؟ بتعطيني سي او اس مضروب في اتش او اس, مضبوط؟ طيب عند النقطة هاي ايش الإشارة اللي بنلاحظه؟ ماينس. إذا النقطة هاي شو راح تكون؟ راح تكون حاصل طالع يو اوف اس ماينس اللي موجود هون, مضبوط؟ النقطة هاي اللي هي ايرور اوف اس اي اوف اس بتساوي يو اوف اس ماينس سي سي اوف اس اتش اوف اس. نعم. طيب ليش بحاول حطيتها برودكت يعني ضربوا في الثاني ماينس؟ وين حطيتها ماينس؟ يو اوف اس ماينس يو اوف اس يعني اتش اوف اس اللي فوق. يو اوف اس هون هاي عبارة عن طلع. هذا مش بلوك دايجرام مضروب فيه، هذا عبارة عن حاصل طلع. اتس سبتراكشن بوينت. بس هاي عبارة عن بلوك دايجرام بدخل له سيجنال وبطلع منه سيجنال. فلما عندي سيجنال بتدخل على بلوك دايجرام بالاوتبوت بكون هو حاصل طرح السيجنال في الترانسفير فانكشن تبعت البلوك دايجرام حسب لابلاس ترانسفورم. هذا مش صحيح في التايم دومين لكنه صحيح بالفريكونسي دومين. يعني اذا عندي بلوك دايجرام له ترانسفير فانكشن اتش اوف اس ودخلت عليه سيجنال سي اوف اس الاوتبوت بتكون سي اوف اس اتش اوف اس. لكن هون ما هو هذا مش ترانسفير فانكشن, هذا مش بلوت, هاي بس عباره عن سامينج بوينت. السامينج بوينت يكون الاوتبوت تبعه حاصل جمع او طرح حسب الاشاره الموجوده هون للسيجنالز اللي داخل. اذا هذا اللي موجود هون هو حاصل طرح التين. هلا هاد لما بمرر في البلوك هذا الاوتبوت شو بيساوي؟ بيساوي هاي الكميه مضروبه في جي او اس, مضبوط؟ واضح الكل؟ اذا النقطه هاي راح يكون الاوتبوت عندها هو اي او اس اللي هو موجود هون مضروب في جي او اس. بس اي او اس شو بيساوي؟ بيساوي كل الكوانتيتي هاي مش هيك؟ اذا يو اوف اس ماينس سي اوف اس اتش اوف اس هذا بدال مين؟ يو اوف اس, وهذا مضروب في جي اوف اس ويساوي جي اوف اس في يو اوف اس بيصير عندي جي اوف اس يو اوف اس ماينس بعدين عندي هون سي اوف اس اتش اوف اس جي اوف اس. انا العلاقه بين مين بدي اطلعها للبلوك دايجرام حسب ما انا طالب منكم هون. اذا بدي احاول شو اعمل؟ كيف بدي اعيد ري ارينج لهي بحيث انه يكون يو اوف اس على جهه واي شيء في سي اوف اس على الجهه الثانيه, مضبوط؟ اذا في عندي انا سي اوف اس هون وفي عندي سي اوف اس هون, بقدر انا هذا الترم على الجهه الثانيه بتتغير اشارته بصير عندي سي اوف اس بلس سي اوف اس مضروب اتش اوف اس جي اوف اس يساوي ايش بطلع عندي على الجهه هاي؟ جي اوف اس يو اوف اس سي اوف اس جي اوف اس بدل اطلعها من برا بطلع عندي جوا واحد زائد اتش اوف اس جي اوف اس وتساوي جي اوف اس يو اوف اس. اذا يو اوف اس على سي اوف اس اللي هاي ترانسفير فانكشن الجديده اللي صارت تساوي ايش هاي بتساوي؟ يو اوف اس على او بدي على سي اوف اس على يو اوف اس سي اوف اس على يو اوف اس ايش بتساوي؟ بتساوي
تساوي جي اوف اس على 1 زائد اتش اوف اس جي اوف اس. اذا الترانسفير فانكشن تبعت البلوك دايجرام الجديد هون بتصير جي اوف اس على 1 زائد اتش اوف اس جي اوف اس. هذا مساوي لهذا تماما، ما في شيء اختلاف بينهم. بالداخل انا غيرت اشياء بالداخل، بس في النهايه العلاقه بين موفس وسي او اس هي عباره عن. طيب اسالكم سؤال، لو كانت هاي الاشاره بعد ما تكون نيجاتيف، او لو كانت هاي نيجاتيف شو بنسمي هذا الفيدباك؟ نيجاتيف فيدباك. لو كانت هاي بوزيتيف شو بتكون؟ بوزيتيف فيدباك. لو كانت هاي الاشاره سالبه بدل ما تكون موجبه، شو بتغير بهذا البلوك دايجرام؟ نيجاتيف بصير نيجاتيف. فلو كانت هذه بوزيتيف بتصير هذه من هون نيجاتيف. معناها اذا انا عندي حطها كقاعده عامه، إذا عندي هون جي راح أختصر الـ S، وعندي هون H، وعندي هون ماينس بلس، هذا بيتحول إلى جي على 1 بلس جي H. ولو كان عندي هون جي H هون عندي بلس بلس بوزيتيف فيدباك حيتحول لجي على 1 ناقص جي اتش. هذا اسمه بوزيتيف فيدباك، او هذا اسمه نيجاتيف فيدباك اللي فوق، وهذا بوزيتيف هاي بتسهل عليك كثير لما تكون تعمل بلوك دايجرام ريدكشن. اذا تذكرت هذه الرول وراح تحتاجها خلال الكورس. تغير بس بس الاشاره، بس تغير مش الاشاره الثانيه. نعم الاشاره الداخل دائما الاشاره هاي تغيرت. بس اللي فوقيها تغيرت هاي الاشاره اللي هون فوقيها تتغير شو تغير شو واحده اي واحده فوق هاي اللي هون هاي ما راح نغيرها هلا ما راح نغيرها. راح نفترض انه اللي داخل عندي الريفرنس، انا بس عم بغير ما بين بوزيتيف فيدباك ونيجاتيف. فهاي الإشارة بس اللي تغيرت اللي هي هون اللي هي الفيدباك. شو بعمل في الفيدباك؟ بجمعه ولا بطرحه؟ احنا عادة في معظم السيستمز رح نستخدم نيجاتيف فيدباك، لأني شو عمالي بعمل؟ عم بقارن السيجنال اللي أنا بدي إياها اللي هي الريفرنس بالسيجنال اللي راجعت لي، مضبوط؟ كأني عم بقارن الاثنين وبدي إياهم يكونوا الفرق بينهم صفر، لأنه بدي أتحقق الشرط اللي أنا بدي إياه. إذا هدول الاثنين بستخدمهم جي على 1 زائد جي اتش أو جي على 1 ناقص جي اتش حسب إذا كان نيجاتيف أو بوزيتيف. هذه اشتغلنا فيها لو نحتاجها هون هلا في تبسيط الدايجرام هذا اللي موجود هون. ماشي واضح؟ طيب رولز ثانيه، بنطلع على رولز ثانيه، في اشياء بسيطه لهذا تغييرها. لما يكون عندي واحد على ام ان سيريز مع واحد على اس، كيف بضرب الصحن؟ واحد على ام وواحد على اس ورا بعض. بضربهم في بعض، اذا ببساطه بقدر اذا تو بلوكس ان سيريز كانوا، بقدر البلوكس الاثنين اختصرهم واضربهم في بعض، فبصير عندي هذا البلوك بقدر اختصره الى 1 على ام اس. واضح هاي النقطة؟ ما فيش مشكلة، هذا مقبول اني اعمل هيك، يعني تو بلوكس ورا بعض باللابلاس ترانسفورم بقدر اني اختصرهم الاثنين واضربهم في بعض. هاي السامي بوينت، هاي كانها مالتيبل سامي بوينت، بقدر افككها لتو سامي بوينتس. هل بختلف اذا بقول A زائد B زائد C ولا A زائد C زائد B ولا B زائد A زائد C؟ مش هيك كلهم هدول ما فيش فيهم مشكلة. إذا هاي السامينج بوينت هاي راح أحولها لتو سامينج بوينت بالشكل التالي. راح أطرح أول شيء F ماينس FK فحطيت بعد ما حطيت إشارة ماينس هون هاي ضلت هون F of T، وبعدين طرحت مرة ثانية هاي هي نفس اللي كانت سابقة ما اختلفت. سواء طرحتهم كلهم مرة واحدة ولا طرحت F ماينس F K ماينس F B نفس الشيء، مضبوط؟ طيب لاحظوا هلا هاي شو صار شكلها بشبه؟ بشبه فيدباك. هاي مش هيك؟ هاي نيجاتيف فيدباك ولا بوزيتيف فيدباك؟ نيجاتيف. نيجاتيف. إذا هاي و H إيش هي؟ B و G أو S؟ واحد على M S. إذا بإمكاني أختصر كل هاي من هون بقدر اختصرها باستعمال
جي على 1 زائد جي اتش. طيب فده قلنا احنا جي 1 على ام اس، اذا هاي كلها راح تصير 1 على ام اس مقسومه على 1 زائد جي في اتش. جي في اتش راح تصير بي في 1 على ام اس اللي هي بي على ام اس. بقدر ابسط هاي اكثر شوي وطلع عليها شكلها هيك مزعج شوي، شو ممكن اختصرها شوي؟ ام اس بضرب البسط بالمقام في ام اس، بصير اضرب البسط بالمقام في نفس الرقم. اذا ضربت البسط في ام اس شو بصير؟ هاي 1. اذا ضربت هاي في ام اس شو بصير؟ بي. واذا ضربت 1 في ام اس شو بتصير؟ ام اس. اذا هاي ممكن تصير، اختصر معي تصير 1 على ام اس بلس بي. مضبوط صحيح؟ اذا كل هاي مش بقدر انا امحيها واحط محلها 1 على ام اس بلس بي، اذا هاي كلها راح اختصرها من هون. هاي كلها راح تصير عندي 1 على ام اس بلس بي. وهاي بتكمل. شو في اشي هلا سهل بسرعه ممكن اختصره؟ اوكي. الضرب. ايوه هاي الضرب. الضرب. مضروب. شو بعد بدك 1 على اس مضروب في 1 على ام اس بلس بي، شو بعد بدك الاس؟ بحطها مضروب في هون. اذا هاي بتصير عندي 1 على اس في ام اس بلس بي. هاي الاس اللي اجت من هون وجوا عندي لسه ms plus b. شو الشكل اللي صار عندي رقم مره ثانيه؟ زي هاي مش هيك؟ نيجاتيف فيدباك. نيجاتيف هي بتاكد من انه نيجاتيف مضبوط، هون عندي نيجاتيف، عندي هاي h وهي جي او اس، اذا بيقدر يصير عندي هذا جي على 1 زائد جي في h. اذا محل هذا كله الان بامكاني احط جي، هي جي اس في ms بلس بي على 1 زائد جي في اتش، بس اتش هي كي مضبوط؟ اذا بحط كي هون وتحت بصير عندي اس في ام اس بلس بي. هذا محل ايش؟ محل كل هاي مضبوط؟ محل الجي، محل الاتش، محل النيجاتيف فيدباك، كله هذا بيجي عندي هون. كيف هاي ممكن اختصرها؟ بضرب البسط بالمقام في ايش؟ اس في اس في ام اس بلس بي. اذا ضربت البسط في اس ام اس بي بتصير 1. بتصير كلها هون هذه 1. هاي اذا ضربتها في اس ام اس هذا اللي بيختفي المقام تبعها. والواحد بصير ايش؟ اس في ام اس بلس بي. اس في ام اس بلس بي زائد كي. هاي ممكن ابسطها كمان ام اس سكوير زائد في اس زائد كي. نعم شايفينه احنا هذا هيك مضبوط. هاي نفس الترانسفير فانكشن اللي كنا وصلنا قبل هيك، بتصير عندي ام اس سكوير بلس في اس بلس كي. اذا وصلنا لنفس النتيجه بطريقه مختلفه. هذا ايش اسمه العمليه اللي عملناها اليوم؟ بلوك دايجرام ريدكشن. اخذنا بلوك دايجرام معقد وبسطناه، هلا بنشوف طريقه ثانيه او فكره ثانيه او مثال ثاني على في اسئله على هاي واضحه. هذا الرول، رول مهم جدا نحتاجها اكثر من مره دائما، لانه كثير من اللوبس اللي موجوده عندنا هي نيجاتيف فيدباك لوبس.